الدكتور اليوم عندنا حالة بزاف صعيبة وبزاف معقدة. هذا الإنسان صاحبي ماذا بيا لو كان تقدر تخرجه من هذه الحالة. وحالي ما تقلقش روحك، تعمد مع بزاف ناس كيما هذا وهذه خدمتي. دوك ندخلوا نتعمقوا معاه ونشوفوا السبب اللي خلاته يولي هكا. بارك الله فيك. ها تفضل الدكتور. لو قاتل واحد وهرب من العداله. انا نعم دكتور، وماذا بيا هذا الشيء يقال بيناتكم؟ الخبزه تاعي على خاطر ماما ذكرها في الحبس وفما اللي نتعامل معاه. بصح معليش راح نوقفوا معاه باش تحسن حالته ونخلصوا الوطات اللي تكفل باش يبقى. اوكي دكتور. هاي دكتور دائما يقعد بهذه الوضعيه، يعني دائما يقعد في الكوانه. ايه ودائما يرسم لنفسه الرسومات ويعاود يمحيهم. اوكي انت ريح برا وخليني انا نتعلم. اكسير دكتور ما تنساش راهو قاتل ديجا ويعني سنة منه كلش. مزيان تعرف ترسم ولا حسب شوف كود رسم عنده معنى؟ واش جيت الدير؟ بون نعرفك بنفسي مزيان، انا الدكتور خالد وجيت هنا باش نعاونك ونصحبك. قالوا لك واش درت؟ نعم على بالي واش درت وعلى هذاك الشيء اللي جيت هنا. اسمعني مليح مزيان، واش درت صح حاجه ماشي مليحه، بصح انا بصفتي طبيب ونعرف حالتك ونتفاهمك. انا ولا هو؟ شكون هو؟ زعما طبيب وتعرف حالتي. عمرك ما شفت وحش بشري؟ عمرك ما قالوا لي الوحوش قاعدة تعيش داخل الإنسان وتسلب منه حياته وأحلامه وتقتله ضميره؟ هذا الوحش بداخلك أنت، بس هذا لا يعني أنك أنت وحش. كيف كيف؟ أكتب هذا كان إنسان بسيط محاط مجموعة من الأصدقاء. أصدقاء؟ لا لا، خوانا اللي باعوا الأخوة خات ما نشبعلهمش. خانوك لأنك ما تشبعلهمش. مزيان إحنا كاع نتشابهوا وممكن أنت تكون خير منهم، إذا هما ما يستاهلوش كاين اللي يستاهلك. اللي كانوا يستاهلوني راحوا، أولهم أمي والثاني بابا اللي كان سندي في الحياة، راحوا ما يوليوش. الموت هو قضاء الله وما كاش اللي يتحكم فيه. اسمعني مليح، ما لازمش تتوقف لأن البعض خانك أو أن والديك ماتوا. الحياة هي حرب. هي حرب ولا مكان فيها للجبناء، ولكن الناس تزداد سوءا بوجود أناس كما نحن. حتى المرأة اللي حبيتها خانت الوعد وراحت، خاطرش كي كنت نتلاقى بها وكنت نجيها خطر على هيئة إنسان وخطرها وحش. خطرات نقولها نحبك وخطرات نقولها ما تصلحيش تكوني مرتي. من بعد راحت مع واحد عنده ما عندكش الحق تحب. هنا راك غلط، اسمح لي. اذا هي راحت جيني تفهمك وتتحملك. هي اللي خانت وانا قتلت اللي خانتني معاها. القلب هو منبع الشعور، والقلب هو اللي يخليك تقتل هذاك الوحش اللي بداخلك. قلبي قلبي تفحم، وحتى بلادي اللي حبيتها خانت هي تاني، باعتني. على بالك كنت صغير كنت نحلم نموت شهيد، حتى في صغري كنت مختلف. هما كانوا يحلموا ينجحوا وانا كنت نحلم نموت. مزيان بلادك تحبك وريت ناشد فيك باش تصحح غلطاتك، تهمها انت. تناشد فيا خليها تهتم بالبشر اللي فيها ومن بعد نجو هنا.
البلاد، صحابك، كل حاجة رجعتها سبب باش تبرر ذنبك والغلطة ديالك. ديجا ما تنساش رقعت تروح بلا ذنب وكان بكي أم بلا ذنب. على الأقل ستلم نفسك العادلة من بعد ما جاي البلاد. حاب البلاد، مهما أنا نحب البلاد، بصح نحب هذيك البلاد اللي تشوفها في التلفزيون، البلاد تاع الخاوة، ماشي البلاد اللي راه فداء مثالي. روى عندي هضرة معاك. هاني لازم نتعاملوش معاك، السيد راه مريض، خليني أنا نتعامل معاه. بزاف يا دكتور مرقها، لازم ندهو الحبس وندهناو منه. داخل إنسان يسبب كل ما يضر ويحاصر صاحبه داخل دوامة الهوس والمقت، وفي بعض الأحيان يدفعك لفوهة الموت. هذا والانفصام أعزائي ماهوش مجرد صدى صوت، هو تجريد حقيقي يوصل للإنسان. بكل بساطة رسالتي واضحة، ما تخليش ذاك الوحش يتحكم فيك. على بالي بلي حالتك صعبة، بصح هذاك الجسد ملكك انت وحدك. كن أقوى من الظروف وواجه، تحدى المستحيل وبإذن الله راح تكون ناجح. الانتحار عمره ما كان حل، هو مجرد دليل لانهزامك أمام وهم بداخلك. حتى ولو خانك الجميع، كاين اللي أقوى مني ومنك، كاين اللي خلقني وخلقك، كاين اللي قادر على كل شيء وجامي يخذلك. حارب لآخر دقيقة وتقرب بالمولاك. أنا شخصيا ما نعتبركش مختلف عليا، راح نمثلك يدي نهار تسحقني. عيش بطل ومن الواقع ما تكونش هارب، خذ العبرة من اللي أسوأ منك حال وما زالوا يحارب. Thank you.